لا أعتقد حتى المزاج الدولي أيضا يؤهلها. الحوثيين يدركون وهم الأكثر إدراكا للعلاقات مع الأجهزة الغربية خصوصا البريطانية والأمريكية، وكلما شعر الغرب بأن المنطقة تنزلق شرقا وتعزز تحالفاتها واتفاقياتها فإن الميليشيات تستجيب مع هذه المسألة لأنها هي التي أصبحت العصا التي تجبر الإقليم خصوصا الإقليم الخليجي المحيط بنا على أن يكون تحت رحمة الغرب على الأقل من الناحية النظرية. نلاحظ أنه كلما هددت جماعة الحوثي تحديدا بأي أعمال سواء في المنطقة الغربية في الجانب البحر الأحمر أو باتجاه المحافظة الجنوبية أو ما يخص النفط يتحرك الأمريكان بسرعة وكأن هنالك حانة تناغم. يتحرك الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين، تحرك هؤلاء أكثر من مرة، أعلنوا عن إلقاء القبض على أسلحة وعلى معدات، وهذه تترافق دائما مع أعمال عدائية تمارسها الميليشيا. هناك حالة من التخادم، هؤلاء بمثابة خنجر مغروس داخل الأمن الوطني للجزيرة العربية، وهناك من يريد استغلال هؤلاء. ودائما ما حاول بكل قوة البريطانيين والفرنسيين مع الأسف الشديد والأمريكان حماية هذه الجماعة. الموقف المتفرد ربما غربيا هو الموقف الفرنسي الذي يكون عبر سفيرهم أكثر صراحة في التعاطي مع هذه الجماعة، وهو موقف مختلف عن الموقف البريطاني الأمريكي.